عاجل، تم تحديد موعد سقوط الصاروخ الصيني والأماكن التي سيسقط فيها وسيناريو حدوث ذلك. فيديو في غاية الأهمية. يتساءل البعض ساخرا، مما سنحمي أنفسنا الآن؟ من السلالة الهندية المتحورة أم من الصاروخ الصيني الذي يمكن أن يسقط على الأرض في أي لحظة؟ لقد أصبح الصاروخ الصيني الخارجي عن السيطرة حديث الساعة، والكل يترقب، وكل الأجهزة تحاول الرصد ومعرفة مكان سقوط أجزائه الضخمة قبل أن تقع الكارثة. يبدو أن الحلم الصيني في استعمار الفضاء أصبح كابوسا لأهل الأرض. صدق أحدهم عندما قال: يجب أن تضاف الصين إلى قائمة العوامل التي يمكن أن تؤدي لفناء البشرية. الآن الكل يتساءل، أين ستسقط الأجزاء الضخمة من الصاروخ؟ ومتى سيحدث ذلك؟ ما السيناريو الذي يتوقع حدوثه؟ استطاع بعض علماء الفضاء تحديد أماكن هي الأكثر عرضة لتتساقط فيها الأجزاء وفق بعض الحسابات، وتم تحديد موعد تقريبي لحدوث ذلك. ولمعرفة هذا تابعونا حتى النهاية. فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم جديدنا، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب. عزيزي المشاهد، يبدو أن الصين باتت في وضع حرج بعد أن فقدت السيطرة كليا على صاروخ أطلقته الخميس الماضي، حيث يبدو أن هذا الصاروخ بات يشكل تهديدا على الأرض. وكان من المفترض أن ينفجر الصاروخ في الفضاء ويتم التخلص من بقاياه بعيدا عن الأرض، إلا أن هذا لم يحدث. لذلك من المتوقع أن تسقط بقايا احتراقه في الغلاف الجوي قريبا على مدينة مأهولة بسكان، مما قد ينجم عنه سقوط ضحايا أو إصابات على أقل تقدير. ويصل وزن الصاروخ إلى 21 طن، وطوله حوالي 30 متر، وعرضه حوالي 5 أمتار، مما جعله صاروخا في غاية الضخامة. الغريب أن الحدث يقع تقريبا في الذكرى السنوية الأولى لحدث مشابه وقع في العام الماضي في 11 من مايو بواسطة نوع صاروخ مماثل، حيث سقطت أجزاء من صاروخ صيني في غرب إفريقيا قرب شواطئ ساحل العاج. ونظرا لأن الصاروخ الصيني خارج عن السيطرة ويتحرك بشكل غير منتظم، فإن الخبراء ليسوا متأكدين تماما من المكان الذي سيهبط فيه قبل ساعة أو ساعتين من وصوله، نظرا لأنه يتحرك بسرعة تزيد عن 15,000 ميل في الساعة. قد يكون الوقت قد فات لتحذير الأشخاص من منطقة التأثير الوشيكة. ولكن وفقا لعالم الفلك الذي يعمل على تتبع الأجسام التي يتم إرسالها نحو الفضاء جوناثان ماكدويل، فإن مدار الصاروخ يحمله إلى الشمال قريبا من نيويورك ومدريد وبكين، وجنوبا إلى تشيلي وولينغتون ونيوزلندا، وغالبا ما سيسقط على الأرض في أي مكان داخل هذا النطاق. وقد يسقط أيضا قرب سواحل موريتانيا. ونظرا لسرعته فمن المتوقع أن يعود إلى الأرض في 10 من مايو القادم، وربما أكثر من ذلك وأقل بيومين. باختصار قد يسقط بين 8 و12 من مايو. وعلى فكرة الصين ما زالت ستقوم بعشر عمليات إطلاق صواريخ مشابهة نحو الفضاء هذه السنة، وإذا كانت كلها ستجري بهذه الطريقة العشوائية فاستعدوا للكارثة. في الحقيقة لا تعد هذه المرة الأولى لسقوط بقايا صاروخ صيني على الأرض، حيث سقط خزان ضغط من صاروخ سبيس إكس فالكون في مزرعة بواشنطن وترك 4 بوصات في الأرض، وقالت السلطات المحلية إنه لم يصب أحد في الحادث حينها. كما سقط نموذج أولي لمحطة الفضاء التي تبنيها الصين على الأرض بشكل غير خاضع للسيطرة في عام 2018، وسقط فوق جنوب المحيط الهادئ غير المأهول بالسكان. لكن ما حدث في السنة الماضية في 11 من مايو هو الأكثر رعبا، رغم أنه مر بسلام، ويمكن اعتباره كسيناريو لما يمكن أن يحدث لشدة التقارب بين معطيات الحادثين. فالصاروخين من نفس العائلة، وكلاهما خارج عن السيطرة، وكلاهما أطلق في شهر مايو، حيث عمت موجة خوف وذعر ونوبة شكر لله سكان العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أن وقى الله سكانها من حطام صاروخ صيني سقط قبالة الساحل الأطلسي المحاذي للعاصمة. وكان هذا الجزء الذي سقط هو حطام نواة صاروخ فضائي صيني يحمل اسم لونج مارش 5B، أطلقته السلطات الصينية يوم الثلاثاء 5 مايو، حاملا النموذج الأولي لمركبة فضائية صينية تجريبية يراد لها فيما بعد أن تنقل البشر إلى القمر. ويبلغ طول قطعة الصاروخ الساقطة 93 قدم وتزن 17.8 طن، وقد وصفها رائد الفضاء جوناثان ماكدويل بأنها أكبر قطعة تعود إلى الأرض في عملية اختراق غير متحكم فيها منذ عام 1991. الصاروخ كان قد نجح في مهمته،
ولكن الطابق الثاني من نواته الصلبة انفصل عن المركبة الفضائية ليبدأ رحلة العودة إلى الأرض متدحرجا في مسار عشوائي خارج عن السيطرة. وقد توقع رواد فضاء ومختصون سقوط هذا الحطام في الولايات المتحدة أو أستراليا، غير أنه سقط في النهاية على الساحل الأطلسي الموريتاني، وبهذا فإنه لا يمكن توقع مكان سقوط الصاروخ الأخير. فالحطام كان يتحرك بشكل أفقي في الجو، ما جعل توقع مساره أمرا بالغ الصعوبة. وكانت 30 دقيقة التي هي نسبة الخطأ في التوقيت الذي حدده الأمريكيون لسقوط الحطام على الأرض كافية لأن يقطع فيها الحطام أفقيا 3/4 العالم. وبعد أن مر الحطام من فوق مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس الأمريكيتين سقط في المحيط الأطلسي دقائق قليلة قبيل المرور فوق مدينة نواكشوت التي لو سقط فيها لوقعت كارثة. وعبر رواد الفضاء عن سعادتهم لعدم سقوط الحطام فوق منطقة مأهولة بالسكان، مشيرين إلى أن سقوطه سيدمر لو حدث عمارة كاملة، كما سيلحق الضرر بعدد من البيوت المحيطة به نظرا لحجمه الكبير 17.8 طن ولسرعته الهائلة. إذن عزيزي المشاهد، هذا ما يمكن أن يحدث مع الصاروخ الجديد، نفس السيناريو يمكن أن يتكرر. نسأل الله السلامة ولا يسقط في أماكن مأهولة بالسكان. ما رأيكم أعزائي المشاهدين؟ شاركونا أراكم في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم بخير وإلى اللقاء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من اليوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.